يا بعد حيها الوجه البرنامج بالليل الشمالي والله يضيعون يا بعد راس ارحب يا بعد حيها الوجه والله لو الدنيا ترجع ورا اسويها الحين يا بعد حيها الوجه يا بعد راس انت بربا قلوبك زين احلو اخليكم وامشي ايش تسوي انا بنقز هنا على طول لقدور تطبخ تطلق على قدور تطلقها جوي وانت غير قدور هذا قال قدور فاز فيها خلاص حلو ها بالله ما تدري يستاهل صفقوا صفقوا زياد صح الله زياد ونعم عليك زياد نجيش من شغل نسمع للشعار نسمع للمشدين يا ربعانا من البس عقال احس بثقل والله احس بثقل احس بثقل خلوني بس اصبروا لي شوي الله لا تسمح لا تسمح بشعري طيب قابلك الله في كل شيء يا بعد حي هالوجه طيب نبي محمد سمعنا مره ثانيه وش تبغى طيب علمني انت وش تبغى على راس نبي نغني جماعه ايش رايكم يلا والله حلو يلا غني مع بعض كلنا على طول هيك كيفكم اختاروا ولا شلون مستهلك نجيب شيء جديد يلا تجي شيء جديد اولي جي جديد طح يا الربع المايك طح يا الربع خير في اشياء واجد هبني تكون فتح يا الربع المايك طح هبك الرجا مرشق واحرقني لهيبك الرجا مرشق واحرقني لهيبه خاف والله في نيوف اللي احبه ودعو والله يا عسى ربي يعيبه ودعو والله يا عسى جبت شيء ماني حافظه بالحيل يعني انت حافظ كل شيء الا الشيء هذا السهل ما تحافظه لا خلاص اعطيك تبى وش تدري وشان هي وشان هي عز الله انك هو انتبه لي يا بعد حالي ولا حالي والعمر ولا حالي والعمر ولا وش يستر ثوب يا البالي ما يدفى الجمر لك الا ما صار قلبك فاضي خليك كبر الا زلت تتغلى حطتك ليام غرب لي خلتك تحكم وتتولى لا تلوم وجيح الذلي لا تحسب الناس تتبلى وهني الداله السلي لا خليتيني شراك طيب الحين وش كنت بقول انا وش كنت بقول لستني عيونك الله شفت كيف فاهمني طيب وش كنت بقول دقيقه صدق كنت بقول شيء ايه هي هنا بس تعرف اللي هنا بس ازرتها طلع ايوه هذا تعرفها تقهر طيب الحين يعني بالبرنامج تقعد تنشد 24 ساعه لا اي عاد بالعقل انت محب ولا برك لا تبي تنشد تبي تسولف تبي تطبخ تبي ترقد بيني وبينك ملبس مو علينا ها تهربون ولا لا ها والله تهربون ولا لا انت شان جت فرصه نهرب ولا نهرب تهربون فوق جوعي يلا تعال تعال لا تعال لا خلك انا بقوم عشان تسمعون لا تقوم حبيبي لا لا يلا عطنا سالفة يا جماعة عنده سالفة من هو؟ لا خليل هذا أنا نايف لا ولا. اسمع السالفة نايف سوء السالفة لا ما شاء الله عليك والله ما شاء الله عليك عطنا عنده سالفة عندي سالفة اي جلسني ليش جلسني؟ هي عن ايش مو تروح تعطيني السالفة الحين أنا بطلع عشان تسمعوني كلكم لا لا هنا لا اللي هنا ما تسمع والسالفة إداعة هو ألو لا الو وش سالفتك سالفتك عن ايش ها عن ايش السالفه ايه وش انهي سالفتك اللي مزجنا بها على ساعه سالفه عن حلال وحرام لا خلاص سوينا ما عندنا بسوال لا لا سالفه صحيح والله حرام حرام استنى رجال احد يفك رجال مسلم يلا ما حد سام نسمع سالفه دينيه الله حلوين إيه؟ مين مشكله بس طيب الموضوع مو هنا اعطيك السالفه قلها الساعه عطنا بدايه السالفه عشان احنا نعطيك مخرج اي انا طيب ترى كاميرا يمنا ترى ها كاميرا يمنا لا
تسمعون يعني ترى كاميرات يمنا المايك عندك المايك تحدي اقعد انت وياه اقعد يلا ايش رايكم نجلس ضايقونا لا 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 غلوا في حياتي اسلم يا كمال اسلم لا يا اسلم شو السالفة والله يا طويل والله اسمع الادرس هنا نسمعك مين بداعة والله تعال انت اسمعني بس هذا ما يسمعني والله كل لا اله الا الله حق لا واحد يطلع والله صحيح ايوه بيعلمنا وش شعوره يوم جتها الرساله حقت القناه هيا يلا والله خلينا نبدا من عند الرجل ابدا يلا انا والله عادي بقول لكم الحين بدري نايف لا تنكب اللي ما جتهم رسائل انت اسكت انا وافق لا تنكب لا والله انا جت انا بجد رساله تفضح ولا لا اله الا الله نبغى شعورك يوم جتك رساله تم قبولك في برنامج البزنس ثلاثه والله هيا بنا هذا بينكب اللي ما جتهم رسائل اطلع هنا الله هنا قلنا بس اصبر خليني خوفه اول شيء السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله السلام ورحمه الله جلسه التحكيم هنا طلع قرب هلا هلا يا طويل العمر انا ارسلت مقطعي الساعه 11 بالليل متى يوم ايش لا تصدقك قلنا لك اصبر اصبر هذا نشبه مو وين قمت تكتب اصبر اصبر مو تكتب الحين يوم ايش يوم ايش والله تعدى على الاربعاء اي والله انه يوم الاربعاء يوم الاربعاء ليله خميس الثالثة كنت توي جاي من الجبيل واصل على الحفره بنام عند اهلي يا سلام يا طويل العمر وانا ارسل رساله قبل انا وش ارسلت؟ ارسلت لهم مقطع وش المقطع؟ شلون شو المقطع؟ عباره عن ايش المقطع؟ كنت العب كوره و... هل انا فلان ابن فلان عندي مو مقطع تعريفي عن نفسي طيب قول لنا احنا بنسمع نسيت سجلت بس لا ما يحتاج بس اعطني المهم المهم يا طويل العمر وارسلت المقطع ونمت يا سلام قعدت الصبح لقيت الرساله جايتني حلو رحت على اهلي بشرت قمت اهلي انا استاهل والله انقبلت في قناه قلت ايه قلت انقبل سجل هدف ذا استاهل والله استاهل عرفت يا ابوك ايش بالك جنيت انت خبلت انت ولد والله ما بشيء يكبلة اي بكبلة انت بكين بكبلة انا يا طويل العمر ايش رايك اروح ولا ما اروح؟ بدت الحيره الحين اروح لا ايه هذه والله ايه قال لي رح الله يسامحه اي اسلم ما عليه ولا ايش معك فيها؟ مالك عندي ثابت طولت خذ اخذ راحتك خذ راحتك عادي خذ روح قال لي رح الله يسر دربك ويوفقك وبشر وانا اشيل عفشي والله حتى شنطتي ما فكيتها شلتها وهي مسكر رجعت بالسياره ما تدري ايش والله انك انت تو جاي من خط ابغى اقول انت قعدت مشيت مره اقول لك شيء بعدها بننقل مايك لاخي صراحه انت استعجلت جدا لا لا ما استعجل لا لا استعجلت جدا لا انا انك فكرت تجي صراحه كل والله والله هو ما استعجل اللي استعجل انه سوى الرساله يا دكتور غسان دكتور غسان اسمع انت استعجلت ليه عبد وجهه نظري ليه ولكن انقل المايك الان الى اخره تاهل تاهل توهقني كذا تسب انت جيني تاهل والله يا جي تنقبل على طول يا شيخ والله العظيم يا مرحبا عرفني اسمك والله معليش والله هو نعم انا احس انا اعرف رجال من عيون انت عيون حر من نظره الرجال من نظره الرجال انت فارس ان شاء الله البزنس يا بعد يا تشوفون وثبتوها علي ان شاء الله ترى انا يستاهل وانا اؤمن فيك ان شاء الله في قدراتك يا بعد حي الوجه ايش رايك فيني وهو بيحطني في قناه الجزيره زين وما اخي كريم يقول تفضل يا دكتور غسان من نظره الرجال النظاره وين حق ذيك وين ايه نرجع نقول تقول لي كيف قدمت قلت مش ما سمعت لا متى يوم يوم الربع سمع عنده ثقيل يوم الاربعاء الساعه 3 ونص العصر متى؟ يوم الاربعاء الساعة 11 بالليل. ايه بالليل بالليل. بالليل ارقد، كان لازم انك تقدم. كنت برقد والله ورسلت لهم قلت خل ارسل لهم قبل انام. دكتور ما استخار. ما عليه والله ما استخار. استخارت؟ ايه الحمد لله. الله يعيننا، ايه. اوترت والله. اشوف انك تجلس، والله يعيننا، ونشوف اللي بعدك الحين وش كيف قدموا هذه. استاذ كمال المايك استاذ كمال تا 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 استاذ كمال يا ويلي من كمال اسمع كمال ايش بيقول كم لجنه اوقف هنا اوقف هنا واجد حنا يا ولد هذا البرز النهائي والبرز النهائي هنا لازم اللجنه اللي تحتاج لجنه شوف انا بصمك بعشرة ايوه وانت ناجح يا بعد حي ان شاء الله بس انت كيف فكرت تقدم على برنامج الواقع عجبني سؤال حلو من اي ناحيه عجبني وعندي طموح اني اكون اعلامي باذن الله انت ناجح حبيبي هالوجه بس كذا انت ناجح خليكم لجنه الحين انتم ايش السالفه لا خلاص هذا ما بيصير لك انت لازم اسمع لازم تقيمه يا اخو ممتاز بس يلا ممتاز استريح يا شيخ بسم الله الرحمن استريح يا شيخ انا الصراحه من زمان كنت افكر انه يدخل من ايام
من زمان يعني من ايام المراهقه. ايوه من زمان وانا افكر اني ادخل برنامج واقعي. يا سلام. اوكي حلو. وانا قلت برسم مقطع. ايوه المقطع عباره عن ايش؟ يس عباره عن ايش؟ ترسل له مقطع ليه؟ عباره عن ايش؟ عن نفسك تكلم عن نفسك. حلو. وش قلت؟ قلت يا جماعه انا صاحب طموح. الله يرحم والديكم قبلوني. تكفون تكفون. وانا ارسله. أسلح. ارسلته وجاني قبول. اول ما جاني قبول وانا اركض لك على الشنطه يمين يسار. والله ما ادري شفيت بس شلت كل شيء. كل شيء عندي وانا اكلم اهلي. من وين؟ جاء من الحفر. استاهل القبول. يا بعد حقنا الحفر مسجل المايك والرقم الاخير كان. توكلت على الكسر المجدي. يا مرحبا ومسهلا الشيخ. الله يطول بعمرك. انت تبي لا لا جنى صلى النبي سام 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 صلى النبي قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوف انا اعطيت الرجال ذا فارس البزنس وانت بطلعك ورا. لا والله لا والله لا والله ان شاء الله نفالك التوفيق. ايوه وانا بعطيك التقييم من عندي 100%. الله يعطيك العافيه يا حبيبي. هذا محطم هذا محطم ذا محطم يا حبيبي. دكتور غسان نرجو والله يا طويل العمر والسلامة يا جماعه يا رب. عاد هذا هذا وينك؟ تدرون من صوره؟ من هو؟ قيم قيم قيم. انا ما ادري كيف انقبل على المقطع اللي ارسله حبيبي. البينا بينا ها؟ متوتر انت؟ لا لا يا شيخ. وكان ابو عيسى اخطا. ها اخطا والله يرسل واحد ثاني ورسل الله يسامحه بس ما ندري ما ندري ممكن متاكد جت الرساله قبول اي اي نرجع الموضوع خلصي. طيب اي ايش تقول لي جاي تقدم هنا ايش عندك موهبه انت؟ والله عندي احب اسولف انا تحب اشوف واجب ما احب اسولف بلع راديو ما ادري والله بس احب اسولف سولف عطني سالفه عطني سالفه دكتور غسان لا عطني عطني قصيده ليش دكتور غسان احس في فرط حركه صح اي سوالف وفرط حركه اي لاحظ انا ما اجلس انا الاحظ عليك فرط حركه اي نفسك سجل غسان تفضل ايوه اسفين دكتور غسان على مقاطعه الزين قصيده ترحيبيه بعزوز ده مهجه يقول يلا يلا ترحيبيه اللي وراك على طول يقول الله عليك الله عليك الله عليك بس على الرجال قاعد يجربون مواقف تعال يا مدير لجنه لجنه حاليا مخيم في الرجال انا المدير تعال تعال تفضل انا متسابق انا الحين ساعة ونص متسابق عرف نفسك عرف بنفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتم لجنه؟ السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد العزيز السليمي انا يعني جاي اقدم وانا يعني لا تتوتر لا تتوتر قصده ها طقته صار هذه حركه برا حركه لا تتوتر انتبه انا يعني انا صوتي انا من اين اسولف انا من ادري ايش في يا دكتور بليز خلي الرجال يكمل يا اخي هذا دكتور غصه عشانك عشانك والله عشان والله يلا القبول عندي انا القبول من الله انا يعني انا يا عيال المفروض تقدمون انا اتاخر اسلم اسلم اي والله انا ما يدخل يا عيال وانا الشعار بلعب معكم لا تعال لا تكبر لا تعال اوريك هلا ولا هلا مره العبوا عندنا انت يتعرفني عد عد بس هو شاعر حاله ما في شيء ثاني انا كلنا شعار كلنا منشدين حقيقة صح طيب بلعب معكم لعبه يلا يلا وانا وش تسيل هذا الجالس هنا حالي لا خلاص تروح تعال قد معنا لا تعال تعال معنا تعال معنا تعال تعال جلس جلس وش تلعبون دايم اذا جلست بالاستراحه شجره نمله لا 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 حجر القص لا هند يلا لا خل لا يلا يقول هند اي لا هند لا لا غير هند غير هند العاب العاب جماعيه يعني والله شوف على حسب في تعرفون هذي ما احد يعرفها لا لا اللي هي اي دقيقه هي عشانكم جالسين جنب بعض اللي كذا اللي كذا لا 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 طقه واحد منكم تمشي كذا طقتين ترجع كذا يعطيني مدينه حلو طبعا نبدا على طول بقى مثلا اسيا مثلاً. اول واحد يجاوب هو يفوز ولا وشو قال لك اسيا حلو زين اسيا وش اخر حرف على امريكا كذا ايوه فهمت حلو حلو واللي عدى 10 ثواني ما جاوب نجلده يلا ويلي جلد جلد اي جلد توني شاري ابد ابد استعمل جلد ما راح يدخل برنامج يا سلام آه. جلد بعد قبل الله يخرجنا عادي ماشي كيفك عادي يمكن يشيلون رضخو طيب يلا يلا انا ببدا ها السعوديه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تاء ساء عاء شاء دقيقة بس الآخر حرف اللي هو الهاء صح؟ لا الحين ذكر الحرف لا يا أخي دقيقة جد
جالس ازير شماغي دقيقه معليش عد من جديد بس جالس طيب يلا السعوديه يعني اجيب لك اسم صح؟ اي حرف الها ها؟ اي حرف التاء مو بالها تاء نعم تاء مربوطه اي وش ها وش ها؟ والله تاء مربوطه ها هي ها تايل وش هذا؟ اول مره اسمع تيل اسمه هايل هايل يعني هايل ما شاء الله لك حكيم لا بسرعه بسرعه يلا واحد تنجل تايلاند تايلاند ادع ادع تايلاند لا حلو تايلاند تايلاند يلا كم واحد اثنين ثلاثة أربعة دوحة خمسة دوحة حلو دوحة هولندا هولندا أمريكا ها واحد اثنين أمريكا ألف ألف أمريكا ألف اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سا ثمانية ثمانية تسعة 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 اسطنبول 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 لا واحد حرف لا جيب جيب دولة على حرف لا واحد اثنين لندن ثلاثة أربعة لندن لا إيه لندن صح لندن نون ها ناروتو هذا لاعب كرة قدم جبل لا واحد اثنين ثلاجة ثلاثة أربعة خمسة دقيقة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش خلاص بس نجران 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 طيب نجران نيوزيلندا نيوزيلندا نجران بسرعة 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 واحد نرويج عشرة واحد جورجيا جورجيا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة عشرة اجلدوا 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 ياب ياب اجلدوا معي معي لا لا قول بلهم قول بلهم بس قال اليمن عادي 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 دكتور دكتور قال اليمن خلاص قال اليمن قال اليمن قال قال اليمن جاك 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 انا ناوي جاك القوة اربع رجال خلاص لا ما اقدر ونعم باليمن بس ارفع رجال اربع خلاص هالمرة هالمرة الرجال جاب صح قال اليمن كمل بعدين خلاص هالمرة بس هالمرة يلا كمل النون اليمن اليمن يا حبيبي يمن قطع اصوات شباب واحد نجران اثنين لا قلتها اثنين قال ذا انا لا انا قلت يلا وش نجران لا 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 نرويج قلتها حرف النون يلا نرويج واحد جفينشي ماركة جفينشي اعلان خصم يا كنترول واحد اثنين ثلاثة قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله جورجيا جورجيا قلتها اثنين ثلاثة أربعة لا لا ما في جندنوسيا جندنوسيا اجلده ها ايه اجلد هلا هلا ارحب يلا هيا خلاص روح على البعد روح يلا وش اي حرف حرف جاء يلا واحد اثنين ثلاثة اي أربعة خمسة ست سبعة ثمان تسع عشرة جازان أنا أغشش المشكلة لا لا انا يا ولد انا ما جلدت حرف النون حرف النون نون واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ها نوكيا هذا جوال نوكيا جوال ما ادري عاد قلتها نوكيا جوال والله لا نمسا لا 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 نمسا فريق لا 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 نمسا فريق يا عيال نمسا فريق نمسا فريق لا دقيقه تكبر علي انا بس فريق ينجل فريق والله يا كيتش انت اطلب اسمح طيب المقدم ضايع والمتسابقين ضايع طيب يا عيال الحلا عجبكم ما خليت منه باكل منه طيب هذاك هذاك حلو حلا ياكل حلا حلا اكل من حلا مرحبا شو الله الله يا ولد سلام عليك يا رجل الله يسعدك والله انا ماشينا انا ذنك مره وين 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 تسير عليهم انا خايف وجهه قبل راح سير عليهم وجهه سير عليهم وجهه عادي يلا سير عليهم تعال تحرك ها نبي 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 لعبه يا اخي تبي لعبه ايه نبي نلعب بزر انت العب تعال تعال نبي شد الحبل وين شماغك انت تعال 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 لا عشان لا تعال تعال المهم وانا اقدم وجاني قبول جيت لتصفيات سكريبت كان معي طيب القلب عزوز ايوه واخواني كلهم كل اللي كانوا مشاركين في سكريبت والله زين ما عدهم الا اخوان لي يستاهلوا اي نذر بالله ويستاهلون هذا من طيبه الله يطول عمرك ما اجي لين بعدك فشاركت قدمت كنت متأهل الكرة الذهبي من 6 كروت ما الله كتب وجيت فالمادي ما الله كتب وتأهلت بعد الكروت الذهبية الثلاثة ولا الله كتب خيرة وخيرة اللهم إيه والله خيرة الحمد لله المهم ويوم إني طلعت وليان فيه عندي
قاعده جماهيريه زينه من التصفيات والله والحمد لله وماشيين معي وقابلين للزياده من يومني تصفيات سكريبت الى وقتنا الحالي بفضل ربي. فالشعور حلو ترى. اول ما جيت جينا في نفس القريه هنا عددنا كثير كنت مسخن درجة حرارة عندي 41 ماشي وعيوني تدمع من الحرارة. سكريبت أول يوم؟ إي أو لا تصفيات أول يوم تصفيات دايخ كل شوية مسح دموعي من الحرارة. السلام سلام. المهم وأروح طول العمر وأنا أدخل على اللجنة. اللجنة من كان فيها؟ الله يذكرهم بالخير يا طيب الروس. فيها محمد منصور وفيها سالم حزام فيها تركي الموسى الله يذكره بالخير نعم وعلي الغامدي حبيب القلب. المهم وانا ادخل عليهم بالبدايه هنا كنت متوتر شوي السخنه قلت يمكن من قبل الظاهر ما هم قابليني خلاص ماني مقبول. وانا ادخل اول ما دخلت عليهم اليوم ما في توتر ولياني هرج عادي ولا تسني عند يعني في وش اسمه مقابله وانا اجي ومعكم فلان فلان طيب محمد اليابسي وش موهبتك واقول لهم منشد واصرف لهم شيء لو صوتي مسخن جاز لهم بفضل الله. يعطوني كلهم كروت صفر هم كيف نظامهم كروت ما ادري متابعين ولا لا متابعين اعطوني كلهم كروت صفر كلهم صح وانا اروح اوقع العقد عند تركي الله يذكره بالخير ابو سلطان وعلي بن روية وانا اطلع. هذه بدايه دخولي فما الله كتب خيرة اي والله خيرة يا ربك الحمد ولعل جيت هنا ولا جيت هنا باذن اللي ما تنام عينه من انساني من الداخلين بسبب زعزعة امشي والله اللي كفو انبسط يا ولد ترى تجربة في ذي في القنوات او برامج واقعية انا ما جربتها لكن يوم اني اشوف واتابع يا ولد حلوة اذا ما في جوال ابعد الجوال انا افكر كذا انا اخاف اني انا هرج وما دخلت عليهم ايه اول مره تدخل كاميرا اول مره ادخل كاميرا دخلت تصفيات طلعت وقمت اشيل لكن انا اقول لك انا يمكنني خالف لا دخلت انا ماني معصوم عن الغلط لكن انا ودي اعيش تجربه كذا ثلاث شهور بعيد عن الناس بعيد عن الجوال اقعد متى ما طلعت اما برايم ولا وصلت النهائي زين اطلع اشوف الناس وشوف وش صاير وش ايوه هنا انا عشت التجربه بسم الله عليك خفت لا اضحك بسم الله عليك انا هنا انا عشت الشعور ايه صدق عشت التجربه كذا بعيد 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 لبيك بعيد شوف بعيد عن بعيد عن وش اسمه انا طفي عبريك طيب بعيد عن الناس والعالم ابوي عيش حس ظاهر انت حط السكر لا حط السكر في والله الظاهر انه تتسفى من اليوم ويلك اي هو ان شاء الله اني بعيش التجربه باذن الله ما ان الله كتب لي باقي واجرب مش السؤال على الرجال يا محمد نقول ان شاء الله لبيه مش السؤال على الرجال ما شاء الله يطول عمرك طيب امورك زينه يعني بالاخذ والعطاء يعني بعض الناس من اول مره هنا ادخل ايوه ما اعرف اصرح زين لكن انا لما اجي مره ثانيه انت ما شاء الله عليك والله لا يضر الله يطول عمرك اي والله وعسى الله يزودك من فضل ان شاء شهاده الله. وسام على صدري سؤال نزلت لي مشى هذا تقبل صح وش شعورك قدم شوف يا من اللي قال الصدق انا معك انت عارف يعني برامج واقعية زين بس يعني فيه متابع يعني ناس يعني عندي يتابعون هذه القنوات هذه متحمسين مع برامج فشوفون حياتي انا برا قالوا يعني احس لك مستقبل حلو تعيش واقعيه تعيش واقعيه لان ابد يعني الوضع ابد برا عادي ما في يا ولد تنك كاشت مره هي قبل لا كشت ايه. فقالوا لي قدم فقدمت والله يوم جاني القبول ترددت يا اخي ما فهمت لان مثل ما مثلك عارف يعني خلاص صرت 30 موظف شركة ما شاء الله تبارك الله اي والله يعني الشركة ما هي ذاك زاد الشركة يوم يومين يوم ما شاء الله تنك 19 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله 30 كم ما شاء الله تبارك الله الله يجزاك خير يا حمادي
فهمت؟ فحصل لي يعني من فقط خلينا نجرب يمكن نرمح تجربة. يمكن الله ييسر يعني اقل شيء يفتح لك باب تفتكر الشركات تمشي لك. يعني انت اول تجربه لك؟ اول تجربه عشان كذا بس وانا بعدين يعني هادي يعني خلوني لما امون عليكم بس اصحوك مون يا رجال عند اخوانك الله ما انت ب... اول ما جتك رساله القبول يا قلبي انت مجرب جرب حطك حطك ليش قدمت؟ ليش قدمت؟ من قال لك قدم؟ انا والله شوف المحيط اللي حولي كلهم قالوا لي قدم. ليه؟ عندي تجارب اعلاميه سابقه ما هو بشرط انها تكون على القنوات سوشيال ميديا سوشيال ميديا زي ما تقول يعني المسرح على المسرح تتكلم عن اللقاء اللهم لك الحمد يمكن على مستوى المنطقه ما شاء الله في الالقاء اخذت الاول اللهم لك الحمد فشغف الاعلام هذا مو مبطل اللهم لك الحمد قدمت يعني وكنت زي ما تقول متحمس جت رسالة القبول اللهم لك الحمد هنا عرفت قلت ان هذه بداية خطوة سواء كملت في هذا البرنامج ولا اكتفيت بالتصوير انا مجرد دخولي هنا باذن الله اني بصنع فرق الله يوفقك اللهم يسر امرك بعيد عن البرامج وبعيد عن الاسئلة خلونا نسولف كل واحد هذا بالرول كل واحد حياك الله كل واحد يعطيها يعطيها سالفة ارحب والله لي مرحبا ما في شك يلا حي يعني مو واقف شيء صار لكم ابد اسلم ابدا يعني من عندكم اعطونا والله طال عمرك الله يهديه يا رب الله يهديه اسال الله العلي القدير ان ينظر في امرك والله بس هذا الباص الله ينظر في امركم هذا حافله الله ينظر في امركم نرجع بعيد بعيد عن ال او سؤال مباشر او لا انا حصل لي موقف نبي مواقف صارت لك انت انت من اهل الرياض صح الله الله من اهل الجنوب بس هنا في الرياض وين جاي وانت رايح في الرياض وش المواقف اللي صارت لك انا موقف ما تنساه انا حصل لي موقف في حياتي بشكل عام يوم من الايام جالي موعد في المستشفى حلو موعد عندي تحاليل وما تعرف وقتها كنت انا موظف ايام شركه مستشفى اروح لك ايام ولد والقى ذيك العجوز على بوابه المستشفى رحت تولد الشمس عز القايله على الباب جالسه الشمس قلت هذه انا في ديرتي هذا العجوز في شيء ولا جالسه في الشارع جالسه في الشارع عند البوابه طيب كيفكم في عونه والله يا ولد يا ولد الله رحمته معاه ورع في حضنه يا ولد والله ما خلي خلنا نعود يكتب أجرك وش علمك؟ قلت أنا جيت هنا بدون موعد وقال لازم موعد هذا الكلام أيام كورونا وأيام لازم موعد ايه جدة أنا عندي موعد أنا أنت موعدك وين كان؟ قالت في البطنية وأنا موعد البطنية قلت قوم يقوم أنا معي موعد مرة أنا خلاص قلت قوم يروح للدكتور قال ما عندها موعد قلت بسم الله موعدي انا بكنسله وخلاص ادخل انا اكتب اجرك اي والله مع اني والله اني محتاج الموعد ذاك بالهيبه طول الايام انا انتظر ايام كورونا يا الله يجيك موعد قالت العجوز لا والله ولا والله لا والله يا ولدي يا ولدي مره يمكنها احوج هي احوج انا قام شمس القايله ابشر بالخير اي والله واروح واطلع وانتظرها لين طلعت من الدكتور واطلع طلعت قالت الصبي اللي دخلني وينه كذا بسيب والناس زحمه هذا واقول تلبيه قال واللي يقول يا الله قدام العالم ان الله يفتح لك باب رزق يسر والله اني خذيت اقل من اسبوع خذيت اقل من اسبوع من جاني خير والرزق يفتح وجهي هذاك الموقف ما انساه ابدا الدعوه دعوته هي اللي ما انساها ابشر بالخير الدعوه اللي كذا تراها تفك تفرج كربه ما تدري عنها ان ما جتك في الدنيا تتجيك في الاخره انت سويت شيء لله زين ان معاضك الله في الدنيا بيعوضك في الاخره الله يكتب اجرك اللهم اي والله وزيد الشعر بيت الموعد ذا اللي نفس اليوم جاني الدكتور قال الموعد اللي كان لك اللي كان للولد وين هو اروح قلت انا قال اكتب اجرك
بس تعال تعال خلنا ابشر بالخير الله يبيض وجهك. تعال شوف موعدك وش عندك. الحمد لله شرطة كل شيء سليم كل شيء ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد. من المواقف هذا من المواقف لا توقف قدام الكاميرا. ايوه لا 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 الله يحييك. كيف الحال شلونكم؟ عزوز ورا ما تجي داري انت بعد حي ورا ما تجي هنا قمت على هنا. لا لا خلو 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 استانس استانس ارحلوني يا جدي. ايوه وانا تعيش شو تحط على شعرك ما شاء الله فازلين. لا والله طق طق بلا بلا خلي اشتهر زي زيتون ما ادري والله. لا والله الحمد لله ما حبت. لا يا الغالي من الله خلاص خلاص. لا بس انت انت استني بس انت سرحت خلاص اطيب على طول اصادق. اي والله يعني اسرح انا يا خلاص. اي انا تعبت وانا جاي وقف تركض هذه. لا شوف هذه بدأت أنا كنت أنا سكارك بس نكد لا تركض عشان ما تتعب. عشان وش عشان ما تتعب. ها ما تتعب ارفع ارفع صوتك ما أسمع. قول عشان ما تتعب. أقول ارفع صوتك عشان صوتكم أنتم وأنا وراك أسمع. ها أنت ما عندكم شيء ما تخبيني يا دقيقة. أنا 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 عارف تدري ليه تدري ليه خلاص بيسمع الحين بكيف تتعب اليومين هذا بصوت كذا نايم ما شاء الله. يا ولد النوم ما هو للنشاء مع هواي هو مره في حياتي هنا كمل الله عليك. بكره بكره جاء بكره البث بادي هو هذا حق تقاوه صكه على الى هذه حق تقاوه تركيه. تعال هنا عطني هذه اسمها ركوه. والله مضبوط متساوي اسمها ركوه يا طلع مصر. لا لا انا قصدي وش صناعتها هي نحاس ولا نحاس واضح. لا نحاس صحيح والله. يلا الله لا يا اخي جرب على جبل ترى وحده خلاص تروحون النجمة. اويلي يا ويلك اويلي يا ويلكم جاب لي المغص الله يقلع ابليس عاد. تعرف سجه مع الهجوس طبيعه اللي طبيعه المموت. لا شوف بعلمكم عشاء الجمعيه تبون نغني خلينا نغني وحده غيره. يلا بستك كلش تغير انقلب لا نشبه نفسنا ولا تحافظينه. هلا انا حافظ. نو وش تبون وش تحافظين؟ قلب ابو سليمان وقادي من همومه ذاب جاك الله. دقيقة من همومه ذاب جاك الله. يلا ما عاد حي ونجمادي ارحم اللي صاب تعلا ارحم اللي صاب تعلا لكني وياه الوادي والغيوم من فوقنا غلا والغيوم من فوقنا مطلا. الله 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 عاش 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 ياكم طبعنا هذا قال بسم الله. انا والله لا لازم اسلم. ايوه غيرها وش في شيء كذا جماعي حلو. لا خلاص بسوالف دقوا وقالوا ترى الولد عندنا يعني لا تخافوا. اي الولد عندنا. لا هذه يا ولد الحصه الظاهره الثالثه انا حاط رجلي مرب. اي ومتكي فلعل ابوي جاء ويمسك محمد مع شنطته كذا وقتها انا حي